ريال مدريد ريال بيتيس، شفنا كيفاش المباراة اللي كانت مباراة نقولوا بلي مباراة كانت في القمة، خاصة وين المدافعين تاع ريال بيتيس منهم عيسى ماندي اللي وقفوا الند للند أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو. اللي شفنا كيفاش المباراة اللي كانت في صالح المباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت في صالح ريال مدريد، وين كان مسيطر رغم ذلك كان مسيطر، وين شفنا كيفاش الاستحواذ 64% لصالح ريال مدريد، 36% لصالح بيتيس، 294 تمريرة لبيتيس، 511 تمريرة لريال مدريد. شفنا كيفاش الركنيات اللي كانوا ستة صالح ريال مدريد، ثلاثة لبيتيس. كانوا التسديدات نقولوا احنا التسديدات 11 البيتيس، 16 التسديده للريال مدريد، تسديدات على المرمى 4 للريال مدريد، 2 البيتيس. يعني كانت دقه التمريرات 77% للبيتيس، دقه التمريرات للريال مدريد 86%، اخطاء 10 فقط للريال، 14 للبيتيس. شفنا بطاقة صفرين زوج نقولوا زوج لريال مدريد، ثلاثة للبيتيس، يعني حالة تسلل واحدة للريال، صفر للبيتيس. بيتيس اللي لعب بدون أخطاء في الدفاع، نقولوا لعب بدون أخطاء في الدفاع. شفنا كيفاش التكتلات نحو حول الدفاع تاعهم، شفنا كيفاش لعبوا 5-3-2 ريال بيتيس، وين شفنا ماندي، شفنا سيدني، شفنا إسكندر، شفنا إمريسيون. الدفاع هذا متكون من جدار، دفاع من جدار مارك باترو، شفنا كيفاش نبيل فقير، لوريون، مورونو، شفنا غوارداردو. شفنا كيفاش كانت المباراة بالنسبة ريال مدريد اللي لعب بربعة 3-3، شفنا كواترا الحارس كواترا، شفنا ما نساوش جوليان روبيز الحارس تاع بيتيس الذي أنقذ المرمى تاعو وين دا بطاقة صفراء، فاضل اللي دا بطاقة صفراء رقم 4، مارك بارتير اللي دا كذلك بطاقة صفراء. شفنا كيفاش كاسيميرو بطاقة صفراء كذلك، ماندي فنلندا شن فنلندا اللي دا بطاقة صفراء كذلك من جانب ريال مدريد، شن كواترا اللي انقذ المرمى تاعو كذلك من هدفين محققين، شن فاران، شن راموس، شن كارفاخال، يعني شن مودريتش، كروس، كاسيميرو، هازار، بنزيما، رودريغو. يعني كانت المباراة كانت في القمة، رغم أن ذاك نقولوا باللي ريال بيتيس اللي عرف كيفاش يغلق كل المنافذ أمام ريال مدريد، خاصة في الدفاع وخط وسط الميدان. اللي نقولوا باللي الدفاع تاع ريال بيتيس ما عطاش أي فرصة، ما سمح لأي فرصة لريال مدريد، وين بنزيما خرج بعد كيما يقول لك حراسة لاصقة على بنزيما من طرف ماندي الذي عرف كيفاش يوقف في وجه بنزيما تارة على الجهة اليمنى من جانب هازار، وين كان ماندي سد مانع أمام مدافعين تاع ريال مدريد. هذه هي المباراة اللي كانت نوعا ما نقولوا بلي وشنا كيفاش زيدان وين عمل خطة تاعو، لكن بدون جدوى أمام فريق عاني جدا بيتيس، فريق عاني جدا. وشنا كيفاش المدرب زيدان اللي شنا روبي كذلك كل مدرب وعمل من أجل الحفاظ على النتيجة، زيدان عمل من أجل الإطاحة ببيتيس. بيتيس لعب طريقة ذكية وعرف كيفاش يوقف كل هجمات تاع ريال مدريد. صحيتو.